دائماً ما يبحث الإنسان عن الحقيقة اليوم أصبحت مطلباً حتى بالنسبة لصور مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد تطبيق بريال الخاص بمتجر أبل، يبدو أن تيك توك سيكون على خط الواقعية في الصور الملتقطة فيه عبر تطبيقه الجديد تيك توك ناو. تيك توك كان قد أعلن عن خاصية جديدة في التطبيق، سترسل المستخدمين إشعاراً بصورة يومية يطلب منهم التقاط صور بالكاميرا الأمامية وأخرى بالخلفية على الهاتف ونشرها مباشرة على المنصة. الهدف من هذه الخاصية أن يكون للمستخدمين صور تلتقط لهم على طبيعتهم دون أي فلاتر أو مؤثرات، على عكس ما يحدث في باقي التطبيقات. فلاتر الوجه ليست الوحيدة اليوم على السوشيال ميديا بطبيعة الحال، الكثير من الفلاتر الحياتية صارت تسيطر على بعض المشتركين الساعين لتحقيق مشاهدات ضخمة، حيث تؤكد دراسات الأخيرة أن الكثير من التعليقات والحركات والأنشطة الظاهرة من قبل مستخدمي مواقع التواصل لا سيما الكابلز قد لا تكون حقيقية. هذه التصرفات أصبحت نماذج غريبة، يقول خبراء قضائيون إنها تعد اليوم سببا رئيسيا في المشاكل الأسرية والخلافات، إذ تساهم هذه الأشياء المزيفة في حدوث فجوات كبيرة وصعوبة في تفاهم الأسر، ما يؤدي إلى تبني الخلافات. سألنا الناس ما تراه على السوشيال ميديا عن الأشخاص حقيقة أم كذب ولماذا؟ هي اوقات بتبقى حقيقة واوقات بتبقى كذب، يعني احنا مثلا ممكن نشوفها ابقى صاحي من النوم الاقي ناس كلها يقول لك الاهلي اتعاقد مع فلان الفلاني، الزمالك اتعاقد مع فلان الفلاني، ده النادي ده اتعاقد مع فلان الفلاني وكتب العقود وخلاص كده وابتدينا وخلاص وهيتدرب. بص كل ده كذب بعد كده. يعني مثلا اي حاجه بتبقى على السوشيال ميديا 70% بتبقى فيك، غير لما تكون انت متاكد منها من حد معين، يعني من الشخص ذات نفسه. خبر عن لعيب او كده ما بصدقوش لان دي بتبقى حوارات، لكن لو حاجه عن حد صاحبي وكده بتصل بيه بتاكد منه وكده. واغلبيه المواقع اغلبيتها كلها كذب، قليل جدا لما تلاقي حاجه صدق. يعني لو خبر عن صحابي واصدقائي والناس اللي انا عارفها بصدقها، لكن لو خبر عن فنان او مشهور او الكلام ده فبيبقى صعب ان اصدق، عشان اغلبيتهم بيبقى صالي الجدل. لو حد من اصدقائي اكيد هرجع له اشوفه، لو الموضوع يعني يخص مثلا قضيه راي عام او ايا كان، يعني اكيد هرجع له اقول له جبت الخبر ده منين، اتواصل معاه، بس مش صدق اي حاجه تنزل، ده شيء طبيعي يعني. على كل من الرياض ينضم لنا استشاري النفسي دكتور أسامة النعيمي، وفي الاستوديو مدونة الموضة فاتن حموش، أهلا بكم معنا دكتور أسامة، أهلا بك. إلى أي مدى بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تخفي الكثير من الحقيقة؟ صباح الخير نادين، صباح الخير سهام، صباح الخير على العربية مشاهدين مستمعين ومتصفحين. وخلينا نبدأ بأنه نذكر أنه في النهاية هؤلاء أصحاب عمل، فأكيد أي واحد صاحب عمل يحب أنه يزوق عمله بالطريقة اللي يشوف أنه المتلقي راح يتقبلها أكثر، وبالنسبة لهم التلقي الأكثر معناها مردود أكثر. إحنا بعض الأحيان نشخصن الأمر لأنه قد تكون التجميلات اللي حطوها غير منطقية وغير مقبولة، لكن في النهاية هو هذا عملهم، مثل بعض الأعمال اللي إحنا نرفضها كأفراد لكن هي ضرورة للمجتمع. مع الأسف إحنا مضطرين أن نتعايش مع هذا الشيء لأنه فقدنا القدرة على السيطرة عليها. يعني دكتور أسامة، حتى بس هيك تعقيب بدي أعطيك إياه على صعيد نحن في مجال الإعلام مثلا، بتلاقي أشخاص ما إلهم بالمهنة ولا بالصنعة لا من خبر ولا من قريب ولا من بعيد، وعلى السوشيال ميديا الإعلامي والإعلامية والمقالات والمقابلات وهم لا يعني ما حاوروا بني آدم يعني، فبس هذه فقط هيك تعقيب. وأنا كمان بدي أنقل هلأ لفاتن، تفضل في عندك إضافة، تفضل. في احد الاشخاص يعرف نفسه على مواقع التواصل انه هو خبير في شؤون الشباب.
طبعا انا امزح هو عجوز الشخص امزح معاه فاقول له معناها انت الوحيد اللي بتعرف تلعب بلاي ستيشن مثلا يعني. والله فعلا. طيب خلينا رح نرجع لك لأن الحديث تتم. نرحب كمان فيك فاتن، أهلا وسهلا فاتن. اليوم هل في ظلم الناس عم تظلمكم إنه تقول إنه أنتوا شوي على السوشيال ميديا عم بيكون في عم تكونوا أوفر بطرح المواضيع المثالية وحتى الجمالية كمان ولا شو؟ هلا مرحبا أول شيء معكم. أنا بشوف إنه الظلم هو بالتعميم، يعني هي المشكلة إنه صرنا نحن كلياتنا مع بعض محسوبين على بعض، فهو الظلم بالنسبة لإلي بالتعميم. بس أكيد في أشخاص عن جد عم ينزلوا شغلات أوفر وعم يكونوا عن جد يعني شغلات مبالغ فيها. أها طيب تفضلي. لا تفضلي. لا تفضلي نادين يلا. طيب أنا عم بسألك كمان إنه مرات بيقولوا إنه في أزواج بحبوا ينزلوا السعادة على السوشيال ميديا ليكسبوا مشاهدات، وهالحكي وراء الكواليس مختلف وعم بيسبب حالات طلاق. أنت بتنشري كل شيء على السوشيال ميديا، سعادتك وحزنك كمان في المقابل؟ الصراحة لا، نحن دائما يعني عم نركز على الشغلات اللي هي بتكون بيرفكت، الشغلات اللي عم تكون هي حلوة اللي عم تعطي العالم سعادة. يعني ما حدا، أنا من وجهة نظري ما حدا بنشر الشغلات السيئة الموجودة بحياته على السوشيال ميديا. بس مثل ما قال الدكتور، هو بالنهاية صار هلأ صار شغل، يعني صار هذا شغلنا إحنا. حتى لو زعلانين وعندنا شيء لازم ننزله، فلحنا مضطرين إن إحنا نعمل حالنا مبتسمين وننزل هاي الستوري. طيب مثلاً دكتور أسامة، مثل ما قالت فاتن بالأخير هذا يعني شغل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أي مدى الصورة الجميلة التي يضعها البعض على مواقع التواصل تنعكس خلافات أسرية وقد تدمر حياتهم؟ أعتقد من 3 سنوات للآن، من بداية مشكلة شركة ميتا، بدأت الناس تتكلم عن تأثير الصورة اللي يضعها هؤلاء الأشخاص على المراهقين، على الأسر، على العلاقات الاجتماعية، ومحاولة رسم صورة برغم أن الأستاذة فاتن قالت هي سعيدة، لكن بعض الأحيان قد تجعل الآخر يتساءل إذا هي هذا السعادة، إذن ليش أنا ما موجودة عندي هذه السعادة؟ فهذا يؤثر على العلاقات الشخصية والاجتماعية وحتى الوظيفية. في النهاية إحنا نتأثر بالمحتوى اللي نراه أمامنا، خصوصا إذا إحنا كنا نثق بالمحتوى هذا، أو أن الشخصية اللي أمامنا شخصية مشهورة وصاحبة انطباع كبير على السوشيال ميديا. فإذا إحنا اكتشفنا أنه الممثل أو المغني أو اللاعب الفلاني يصحى 6 الصباح وهو حاطط فول ميك اب، أكيد زوجها رح يجي يسألها أنا لما أصحيك الصباح ليش مش حاطة ميك اب مثلا؟ ايش رايك فاتن؟ لا غير الميك اب فلتر هلا فلتر، وصار في فيس اب هلا، وهيك شويه رتوش واحد بيعمل. انا برايي انه صار في علينا عن جد مسؤوليه، لانه نحن لازم نعرف انه نحن اللي عم يتابعونا هن فئات مختلفه الاعمار ومختلفه الظروف الحياتيه، فعن جد صار في مسؤوليه. انا مع التيك توك بالابلكيشن. طب غير المسؤوليه فاتن، هل بالفعل صار رواد مواقع التواصل يبذلون او يبذلون جهدا من اجل مواقع التواصل اكثر من حياتهم؟ إذا صار هو عن جد شغل حقيقي إيه، لأنه اليوم أنت إذا ما نزلتي ستوري بتنتسي بنسوك العالم، صار في كتير منافسة وصار في كتير عالم موجودين على السوشيال ميديا، فبتحسي صار في عندك مسؤولية أنه أنت لازم تضلي موجودة وتقدمي شيء جديد وتقدمي شيء مميز للعالم لحتى يقدروا يعني يضلوا عم يتابعوك ويحبوك ويتأثروا فيك. خليني أرجع لدكتور أسامة. دكتور بأول الحلقة زميلتنا راوية قالت انه في دراسه بتقول الازواج والكابل السعيد ما بينزل حياته على السوشيال ميديا. انا خلفت هالراي، يعني قلت لا اتفق معاكي. فانت من ناحيه نفسيه، هل فعلا اذا زوجان سعيدان في حياتهما لا ينشران صورهما وحبهما وسعادتهما على السوشيال ميديا؟ برغم أنه مفهوم السعادة مفهوم مطاط، لكن أنا أجد نفسي أتفق أكثر مع كلامك، لأنه مع الأسف الأشخاص السعداء غير مهتمين بأنه الآخرين يشوفوا هذه السعادة أمامهم، ولا يعتقدوا أنهم في منافسة ومحتاجين أنه الآخر يوافق على هذه السعادة ويعملها لايك وريتويت. قد يضع بعض العلامات بين فترة والثانية تؤكد على استمرارية علاقاتهم، لكن مقياس السعادة اللي احنا تكلمنا فيه قد يكون مختلف بين شخص لآخر. أنت لن تجدي مثلا أشخاص متزوجون من 50 سنة وبيناتهم أطفال يضعوا صورة حميمة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد أنهم يريدوا يثبتوا الآخرين أنه زواجهم مستمر. بس مرات تكون الصورة حلوة وهيك حابين نفرجي جمالية الصورة، مش شرط يكون أنه في حب وهيك الصورة بس. طب وماله حتى هذه الصورة اللي انت وصفتيها هي حب؟ هو مو بالضرورة الحب معناها الحب الرومانتيكي اللي احنا بنتكلم عنه، قد يكون الاحترام، قد يكون التعايش، قد يكون قبول الآخر يعني. هذا كله جزء وشكل من أشكال الحب. أصلاً حب عنتر وعبلة يعني انتهى بهالزمن. تفضل يا سيدي. طيب فاتن، ما رأيك بكلام الدكتور؟ يعني اللي بينشروا رواد مواقع التواصل
ليس فعلا يعكس حقيقة ما يعيشون. أنا بالنسبة لإلي أنا بحب لما أكون مبسوطة وسعيدة وعايشة لحظة سعيدة إني أنشرها على السوشيال ميديا، بحب أعطي العالم هاي الجود فايبس، بحب خلي العالم تتفائل. بنفس الوقت لما أكون زعلانة بتحسي بيبين، يعني قد ما كان إذا أنت عم تطلعي طبيعية على السوشيال ميديا وأنا عندي شيء لازم نزله هلأ، إذا أنا ماني مرتاحة أو إذا أنا عندي حالة معينة من الزعل أو الاكتئاب أو عم بطلع بحسوا علي، يعني في فولورز بحسوا علي. ساعات بشوف واحد عم يصور سيلفي بتكون ابتسامة عريضة بس يخلص سيلفي وجهه يقلب أو مثلا على الشاشة يكون مثلا واحد ابتسامته عريضة على الشاشة مزبوط. يروح بالبريك يجي كشرة شخص ثاني. لا أنا هلا شفتكم عم تغنوا بالبريك، أنتوا سعداء على الشاشة. عيدي هاي الجملة إنه مهمة. شفتكم عم تغنوا هلا بالبريك يعني. فاتن عم تقول سمعتنا عم تغني بالبريك. الحمد لله رحنا حلوة. جميلة دائما رحنا حلوة. شكرا جزيلا لك فاتن مدونة الموضة فاتن حموش. نشكر ضيفنا الدائم الدكتور أسامة نعيمي، شكرا جزيلا على تواجدك معنا دائما يا دكتور من الرياض. شكرا لك. شكرا.